صباح الخير، صباح النور وصباح الترانيم. أنا رانيا برحب بيكم وحلقة جديدة في بيت الترانيم. بيتنا بدأنا نبنيه من أول حلقة من صفات إنسان مؤمن قرر أنه يدي حياته لربنا وأنه يعيش زي ما ربنا عايز. بيتنا اتملى صفات حلوة قوي، قربنا نبنيه كله. بدأنا بالعبادة والسجود والصلاة والشكر، تعلمنا عن التوبة والتجديد والتحرير، وعرفنا عن حماية الله لينا والتكريس والاحترام، التسبيح والتواضع، وتعلمنا عن القداسة والجمال والراحة، وعرفنا معنى القيادة والانتماء واليقين والرعاية والمحبة والفرح والسلام والصلاح. والنهاردة هنعرف يعني إيه إيمان. وقبل ما نعرف يعني إيه إيمان، خلونا نصلي. يا رب إيماننا كله بنستمده منك. يا رب أنت إله رائع وتستحق كل العبادة. بنصلي أنك تبارك حلقتنا النهاردة والموسيقى الحلوة اللي بنسمعها. بارك يا رب في وقتنا وخلينا نعبدك أنت الإله الحقيقي بكل فرح. بنصلي في اسم يسوع، أمين. الحقيقة أنه الإيمان موضوع لذيذ جدا وموضوع سهل جدا لكل إنسان حط في نفسه الصفات اللي احنا تعلمناها في الحلقات اللي فاتت. لو انا قلت انه في شتاء من غير مطر صعب قوي اصدق. لو قلت انه في انسان عايز يضحي بكليته عشان انسان تاني فصعب قوي 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 ان انا اصدق حاجة زي كده. وشبه مستحيل ان انا اصدق انه في انسان ممكن يدي حياته بدل حياة حد تاني وانه يموت عن حد تاني. لكن ايماننا هو ان احنا بنثق في الله وفي كل كلامه ومواعيده لينا، حتى لو ما كانتش لسه اتحققت لغايه النهارده. هو ده الايمان، ازاي اثق في كلام الله ليا، ازاي اثق في مواعيده ليا. النبي ابراهيم بنقول عليه ان هو ابو الايمان. ليه؟ لانه حياه ابراهيم كلها بتشهد بثقه شديده جدا في مواعيد الله. إبراهيم ساب بيته وعشرته وأهله وناسه وراح لمكان مجهول ما كانش يعرفه، بس بناء على دعوة من الله كان واثق في كلامه، آمن بالعهد اللي الله عمله معاه رغم أنه ما كانش فيه أي حاجة تثبت كلام الله، وكان مستعد أنه هو يقدم ابنه ذبيحة مجرد أنه هو يطيع الله. عشان كده مش سهل أبدا أن أنا أقدم وأضحي، بس كمؤمن بدأت فعلا أن أنا أبني حياتي وصفاتي لله. فأنا النهاردة لازم أصدق وأقرر أن أنا يا رب بحبك وعبودك أنت رغم أن أنا مش قادر أشوفك وجها لوجه. أول ترنيمة النهاردة بتقول أنه إيماني بيك حقيقة. تعالوا نسمعها سوا. I'm not afraid to die.
وأمثلة تانية كتير موجودة في الكتاب المقدس عن ناس فعلا طلبت إيمان قوي جدا. بطرس لما مشي على المية فجأة ضعف وكان عايز مساعدة. بطرس ما ترددش إن هو يبص للمسيح ويطلب منه إن هو يساعده. عشان كده في بعض الأوقات إحنا لما بنضعف، لما إيماننا بيبتدي يفتر، حلو إن إحنا نبص للمسيح ونقول يا رب إحنا محتاجين مساعدة، نقول يا رب أنا بدأ إيماني يتهز ومحتاج قوة إضافية على القوة اللي عندي عشان أقدر أستمر. وإوعى تفتكر أبدا إن أنت فشلت. في كل مرة إيماننا بيضعف وبنلجأ للمسيح بناخد قوة إضافية، بناخد قوة أكبر من اللي كانت عندنا. قائد المئة رغم ان هو كان تحتيه 100 جندي الا انه ايمانه كان قوي جدا، والمسيح اعجب جدا بايمانه. ومع ذلك القادة اليهود التانيين كانوا بيحسدوه على ايمانه القوي جدا. استير شخصية قيادية وكانت ليها نفوذ كبير جدا، ومع ذلك طلبت من الشعب اليهودي انه يصوم 3 ايام بلياليهم عشان طلب خاص جدا. هتقوم بمهمة قوية وكانت محتاجة قوة، كانت محتاجة تعضيد من شعبها. حلو قوي انه جماعة المؤمنين دايما يقعدوا مع بعض ويقووا بعض، وحلو ان احنا لما يكون عندنا طلب نيجي بيه قدام ربنا مع بعض كلنا. حلو ان الناس اللي ايمانها قوي تعضد الناس اللي لسه ايمانهم بيبتدي، ويبتدوا كلهم يصلوا مع بعض ويكونوا بيشجعوا بعض. والشخص اللي ايمانه ضعيف حلو قوي انه يجي لشخص تاني ايمانه قوي ويطلب منه انه يصلي من اجله، ويطلبوا من بعض هما الاتنين ان هما يتحدوا مع بعض في الصلاة للاله العظيم، الاله اللي احنا فعلا بنعبده وبنقول له يا رب احنا بنحبك، وبنجيلك في وقت ضعفنا نستمد قوة، وبنجيلك في وقت قوتنا كمان نقول لك قد ايه انت عظيم ورائع. امثلة كتيرة جدا في عبرانيين 11 كلها بتشهد بانه ناس كتيرة قوي امنت بالله من غير ما يشوفوه، وكانوا فعلا مستعدين يجاهروا بايمانهم رغم كل الصعوبات اللي كانت حواليهم. الترنيمة اللي جاية بتقول عمانوئيل الله معانا، هو فعلا معانا في كل وقت، وفعلا بيدينا القوة اللي احنا محتاجينها، بيدينا حسب ايماننا. عشان كده محتاجين دايما ان احنا نقول يا رب احنا محتاجين اكتر، ادينا قوة من عندك، انت غني ومش ممكن تبخل علينا ابدا. عمانوئيل الله معانا. تعالوا نسمع الترنيمة دي سوا. بعودك انت رعينا وكل منينا بالطمأنينة.
بني إسرائيل في رحلة عذاب مستمرة استمرت سنين كتيرة قوي. الله كان معاهم في أوقات كتير، وقف معاهم ووراهم معجزات كتيرة جدا، بس للأسف هما ما كانوش بيتعلموا. في كل مرة كانوا بيعدوا من اختبار، وكانوا بيشكروا ربنا كتير جدا، كانوا بيقعوا تاني وكانوا بيقولوا فين الله، مش موجود، احنا عايزين وعايزين وعايزين. على مدار سنين طويلة جدا كانوا متذمرين، وكانوا بيشتكوا دايما، وكانوا دايما بيسببوا مشاكل كبيرة قوي لموسى. بني إسرائيل في فترة ما كانوش قادرين يؤمنوا ويصدقوا انه في إله بيقودهم. كانوا كل ما بيوصلوا لمرحلة نجاح كانوا بيكبروا قوي وينبسطوا جدا ويمجدوا اسم الله، لكن أول ما تيجي الوقت الصعب كانوا يرجعوا إيمانهم يضعف جدا. وبعدين الله يوريهم معجزة وينبسطوا ويطلعوا ويفرحوا جدا، وبعد كده يرجعوا يضعفوا تاني. كانوا في حالة مستمرة من الطلوع والنزول في الإيمان، لكن موسى كقائد ليهم عمره ما فقد الأمل، كان دايما بيصلي من أجلهم، كان دايما بيطلب من ربنا إن هو يباركهم، ودايما كان بيطلب من ربنا إنه يديهم بصيرة عشان يقدروا يشوفوا إن هو إله موجود، حتى لو أنا مش قادر أشوفه وجها لوجه، بس الله موجود. في تثنية 9:23 ما كانوش قادرين يتأكدوا إنه الله موجود قدامهم، بس رغم إن هو ما كانش مرئي قدامهم وجها لوجه، إلا إن هم كانوا دايما بيشكروا في أوقات النهضة. في بعض الأوقات إحنا كمان في الأوقات اللي بنبقى إيماننا قوي فيه منشكر ربنا ومنعبده جامد قوي، ومنيجي فعلا نسبح اسمه. وحلو قوي إن إحنا في الأوقات اللي إيماننا ضعيف ما نقولش الله مش موجود، ما نقولش إن هو غير مرئي وأنا عايزة أشوف إله مرئي، لأنه حتى في الأوقات بتاعت الضعف دي بيكون في هدف، بيكون لازم أحط عيني على الله، لأنه هو اللي بيقودني للمرحلة اللي جاية. بلاش نتذمر، بلاش نشتكي زي شعب إسرائيل. في كل مرة بنضعف فيها نقول يا رب أنت قوينا، أنا عارف أن أنا مش قادر أشوفك لكن أنا بحبك وعندي ثقة في وعودك ليا ومواعيدك ليا. في ثلاث طرق في بعض الأوقات صغار المؤمنين بيعانوا منها. بيعانوا انه كبار المؤمنين اللي هم الناس المتعمقين قوي في الايمان بيهملوهم، او بيتوقعوا منهم اكتر من اللازم، وفي بعض الاوقات كمان بيدوهم تعليم خاطئة. الحاجات دي كلها بتأثر في الناس اللي لسه ايمانهم بيكبر. واحنا لو كنا فعلا قررنا ان احنا هنكون اولاد الله، مهم قوي ان احنا نشجع بعض، وانه لو شفت حد ايمانه صغير ابتدي اشجعه وابتدي اديله التعليم اللي تبنيه، مش التعليم اللي تخليه شك. مهم قوي ان انا احط عينيه دايما على الاله الصالح، الاله الرائع اللي احنا اتكلمنا عليه طول الحلقات اللي فاتت. ترنيمة اللي جايه بتقوله يا رب صخرتي اليك صرختي، تعالوا نسمعها سوا. صخرتي
في لوقا 17:6 بيقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. حتى لو كان إيماننا قليل قوي قد حبة الخردل، المهم أن يكون إيمان حي، أن يكون إيمان فعال. كل المطلوب مننا أن احنا فعلا نصدق. المسيح قال لو في إيمان قد حبة الخردل أقدر أشيل شجرة كبيرة جدا زي شجرة الجميزة دي وأحطها في البحر. شجرة الجميزة دي اللي طلع عليها زكا شجرة معروف أن هي كبيرة جدا وليها أفرع طويلة قوي قوي. الشجرة دي لو إيماني قد كده ممكن تطلع من تحت الأرض وتدخل جوه البحر وتترمي. النقطة هنا أنه لازم يكون إيماننا قوي جدا، إيمان فعال، إيمان حقيقي. ممكن إيماننا يبتدي في الخفاء، ممكن يكون صغير قوي، لكن طول ما أنا بنميه، طول ما أنا بصلي وطول ما أنا بطلب من ربنا إرشاد ونعمة، طول ما أنا إيماني بيكبر حبة حبة وتبتدي ثمار إيماني تبان فيما بعد قد إيه كبيرة. يبقى أنا ما عنديش مشكلة أن أنا بتمتع بإيمان صغير قوي النهاردة، لكن أنا بكبره كل يوم، بقول له يا رب أنا عايز أعيش معاك، أنا عايز أعيش زي ما أنت عايز، إيماني بيك حقيقة. حتى لو كان صغير النهاردة فكل يوم بيكبر. عايزة أقول لكم كمان أن الإيمان ليه نتائج عظيمة جدا. حتى لو كان النهاردة صغير بس تأثيره على اللي حواليا هيبقى كبير قوي. كل شخص بيتأثر بإيماني بطريقة إيجابية أكيد هو كمان بيتعلم درس، وأكيد بيروح يشهد قدام الجميع قد إيه الإيمان دوت ليه ثمار فعالة. وبكده فعلا الإنسان المؤمن ثماره بتبقى كتيرة جدا في كل المجتمع اللي هو عايش فيه. وهي دي صلاتنا النهاردة، إزاي نكون فعلا فعالين ومثمرين حتى لو كنا عايشين في مجتمع كله شر. الترنيمة اللي جاية بتقول بالإيمان هنعيش وهنصدق. فعلا يا رب احنا هنصدق ان انت موجود، وهنصدق ان كل مواعيدك حقيقية. تعالوا نسمعها سوا. يبقى احنا اتفقنا انه الايمان هي عملية ثقة وتصديق، وهي عملية مستمرة كل يوم. يبقى انا في كل موقف من مواقف حياتي انا بثق في مواعيد الله، بثق في خطته لحياتي، بقول يا رب املك انت على كل تفاصيل حياتي. الايمان مهم جدا ان انا ابنيه يوم بعد يوم. الإيمان مش زي الدواء أقدر أخده كل يوم وحوشه وأخده وقت ما أكون محتاجة، لكن الإيمان دي عملية مستمرة كل يوم. يا رب أنا بقرب ليك أكتر، كل يوم بثق فيك أكتر وبصدق إنك موجود وحي. دي كانت الطوبة الجديدة اللي إحنا هنبنيها النهاردة في بيتنا. وعايزة أقول لكم إنه من ثمار الروح القدس محبة
فرح، سلام. والنهاردة اتكلمنا عن الإيمان، وفاضل حاجة واحدة صغيرة قوي وهنكون وصلنا لبناء بيت كامل بيتكون من كل صفات الإنسان الحلوة قوي اللي هياخدها معاه فوق في السماء. آخر ترنيمة بتقول جايين يا أبانا اسمع لدعانا. ترنيمة بتتقال من كل مشاعر الكاتب بتاع الكلمات بتاعتها، بتقول يا رب احنا فعلا جايين لك ومنقول لك قد ايه احنا ضعاف النفوس، وقد ايه يا رب احنا فعلا عايزين نسمع لك ونسمع لصوتك ونتعلم منك اكتر كل يوم. لو عندكم اي اسئلة اي استفسارات ما تنسوش ترسلونا على البريد الالكتروني، ونبقى مبسوطين واحنا منرد على استفساراتكم كلها. ربنا معاكم ويبارك حياتكم، وتكونوا دايما شهداء لي، وتكونوا دايما في كل مكان بتشهدوا بإيمانكم الصالح الكويس اللي بيكون سبب بركة لكل الناس اللي بتتوجد في المجتمع بتاعكم. بصلي ان انتوا فعلا تستفيدوا من الحلقات بتاعتنا، وتكونوا بتستخدموها في حياتكم اليومية، وبتكونوا فعلا بتشهدوا بإيمانكم لضعاف الإيمان. بصلي ان انتوا فعلا تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة. ربنا معاكم، نشوفكم الحلقة الجاية. نرفع أعيننا وإيماننا.